صباح الخير. قلت لكم من كم يوم ان انا هسوي فرنش توست او بامبر دو، فحنسويه. سويت الوصفه مره من زمان بس ارجع اعيدها لانه ما لها فيديو. عندي خبز بريوش يعني سايبته كم يوم بس الين ما يصير قاسي شويه، ما ابغى الخبز يكون طري. اي خبز حتستخدمه ما يفضل انه هو يكون طري، حتى لو كان اكثر من كده ما في مشكله. بالنسبه للخلطه حقت الحليب والبيض، انا هستخدم حليب مع كريمه هخلطها. تقدروا تستخدموا بس حليب، هحط معاها شويه سكر، بيض، قرفه، فانيلا، رشه ملح وجوز الطيب مكون اختياري، وعندي زبده وسكر بني بس حنستخدمه بعدين. هنا حطيت كل المكونات اللي قلت لكم عليها، اللي هي الحليب والكريمه والبيض، قرفه وسكر. السكر طبعا اختياري هنا، وجوز الطيب وفانيلا، وحنحركها مع بعض. هنحركها كويس مع بعض، وبعدين حنغطس فيها الخبز اللي احنا قطعناه. حطيت البريوش في الخلطه اللي انا عملتها، وعشان طبعا هو شويه ستيل يعني شويه بايت، فحخليه يعني شغلة دقيقة على كل وش. هم أحيانا يخلوه أطول لو كان الخبز قاسي، يخلوه 10 دقائق، ربع ساعة، في ناس يخلوه أوفر نايت، ليلة كاملة لو كان الخبز مرة ناشف. يعني شوفوا لما قلبته على الجهة الثانية أنا حاسة إنه هو إيش شرب كفاية. يعني مجرد الإحساس أنتوا تقدروا تحددوا إذا يبغاله كمان ولا لا. خلاص حشيلها وأسوي نفس الشيء لباقي الكمية. هنا في مقلاي دوبت الزبدة، والحرارة عندي واطية ما هي مرة عالية عشان ما أبغى الزبدة تتحرك. حطيت كمية كويسة صراحة عشان نكهة الزبدة لذيذة. انا حسيبها تقريبا دقيقتين على كل وجه. ليه؟ لانه انا القطعه حقتي سميكه والحراره عندي ما هي مره عاليه. لو الحراره عاليه حيتحرق من برا ومن جوا حيفضل ني. دحين اللي من تحت استوى عندي السكر البني، حرش شويه على الوجه عشان السكر البني حيديه قرمشه كده حيتكرمل، وبعدين حقلبه وححط على الجهه الثانيه. بس انا ما حطيت من البدايه عشان السكر لا يتحرق، وحرش كمان هنا سكر، وحرجع قبل لا اقدم واقلبه قلبه اخيره عشان برضه يتكرمل زياده. يعني صار سكر من الجهتين. خلاص اتكرمل واتقمر كده، صار جاهز. دحين اشيله. اول دفعه صراحه حقت صوفي، حطت فوقها سيريال من برا كريسبي، شوفوا كيف. او اكشلي اسمع الصوت، ومن جوا مره طري. في حاجه تانية، لو عندكم تورتش اللي هو زي الشعله، رشوا عليه سكر ابيض على الوش واحرقوه برضو يتقرمش. مو طبيعية، مو طبيعية، مرة لذيذة.